اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع. السيد هنا راه مسوي منو 48 4 ملايين و800 6 ونص سمت الجمله. ايه سمت الجمله. وفي الرادي شحال راه مسومينك؟ انا في الرادي ما سومونيش، في الرادي انا نبيع جمله. تبيع جمله؟ ايه. وسعر البيع شحال راك تقول هنا انت؟ راني نقول ان شاء الله فوق الخمسه. سعر البيع قل لي بالضبط شحال بالضبط كل صراحه. راني ان شاء الله نبيع ب 52، راني طامع كيما نبيع ب 52. سعر البيع راه يقول 52. ها شوفوا معايا الخروف تاع 5 ملايين و200. ها هذا راح نجيب لكم الرقم تاعو ان شاء الله برك يمدوا لي. هادو 5 ملايين و200. تخلي لي الرقم تاع الهاتف تاعك. دقيقه اني جاي. هذا اني جبت لكم الرقم تاعو اللي ما قدرش ولا ما لحقش باش يشري ولا جاتو الاسعار غاليه. هذا قال لكم نبيع 5 ملايين و200. تقدر توري لي الخروف هذاك؟ جبدو شويه وحده. لا لا هذا هذا جبدو شويه هاك. لا لا ما فهمتنيش. هكذاك يعطيك الصحه. اجبدو ليك. هاوليك خروف تاع 5 ملايين و200. ها خلاص ربطوا ما يروحش مع خاوته. رقم الهاتف هو باش تتواصلوا معاه. 06 0796 64 99 30. المنطقة سيدي بالعيد. وين جاية هذه؟ سيدي بالعيد، منطقة سيدي بالعيد، ما طريق البيض. هذا من ولاية البيض هكا. هذا من ولاية البيض. تقدروا تتواصلوا معاها. شحال كاين من خروف للبيع هنا؟ شحال كاين؟ 12. كاين 12 خروف. ها تقدروا تتواصلوا معاه. السعر قال لكم 5 ملايين و200. اللي عجبه السعر وقنعوا الخروف هذا يقدر يتواصل معاه. هذا يتواجد هنا بولاية البيض. راني ندير البوسيبل تاعي باش ندير لكم اتصالات مع الموالين والتجار مباشرة. خويا شكرا على المشاركة. شكرا. العفو. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع. هنا راهم مسومين 63 هكذا. هنا راهم مسومين 63 جملة. وفي الرادي شحال سوموك؟ 60 جملة هو هذا. ها؟ مع هذاك الكحل اللي من هي؟ اه هو هذا. هذوك الكحولة. دوك نروحوا نشوفوهم. 63 جملة. وفي الرادي شحال سوموك؟ 63. في الرادي في الرادي. ما تبيعش بالفرادي. جملة. جملة. في الرادي. علاش ما تبيعش في الرادي؟ ما في الرادي تسويقة، تسيمانة التالية. منين جيتنا؟ مشرية. من المشرية. كيفاش راه السوق اليوم؟ السوق غالي وبيع ما كانش. والناس راهي تشري ولا لا؟ لا بكل صراحة. تشري. الناس راهي تشري. شكون اللي راه يشري، العياد ولا التاجر؟ يشري التاجر. خويا شكرا على المشاركة. روحوا نشوفوا الخرفان هذوك اللي من هي. هذو البيع اي روحوا من هي. البيع قال لي دوكا شحال قلت لي جملة؟ 63. 63 هو سعر الجملة، سعر البيع هنا من سوق بخطب. عنده خرفان واحد اخرين انا رايحين نشوفوهم. وراهم خويا العزيز وريهم لي. من الخرفان مساكن وعياه ومن السوق. كاين اللي دخلوا على الزوج تاع الصباح، كاين اللي على الوحده، كاين الناس اللي كانت بايته هنايا سواء اللي يبيع ولا اللي يشري. وراهم الخرفان. في 64 ضروري. 64 هادو. هادو راهم مسومين جمله 64. شوفوا خروف 64 جمله كيفاش داير. البيع شحال يقول هنا؟ البيع شحال يقول هنا؟ البيع قلنا له 7 قل 100. 69. 7 ملايين غير 100 البيع. سعر البيع راه يقول 7 ملايين غير 100. هكا باش تشوفوا خروف تاع 7 ملايين كيفاش داير هنا من سوق بقطب. قل لي البيع اليوم راه ثقيل ولا خفيف؟ قال لك مازال ما بعناش. كاين الناس ما تحبش تهضر تخاف. معليش يحسن نعاون كل واحد. القناة تحترم كل الآراء.
اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع هنا راه مساومين 58.5. هكا باش تشوفوا خروف تاع 58.5 كيفاش داير. قل لي خويا العزيز فرادي شحال ساوموكم؟ فرادي ما ساوموش، سومت الجملة اليوم اللي راهي دايرة حالة. يا السوق راه مرمنك مكلخ. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع هنا راه مساومينو 55.5، 55 و500. شوفوا سومة 55 و500. وفرادي شحال مساومينك أنا فرادي؟ فرادي ما عطاونيش، ما عطاوكش. وسعر البيع الجملة هنا شحال؟ بيع الجملة شحال نقولوا 65. 65 هو سعر البيع بالجملة. مين جاونا هادو؟ هادو من ولايات من بلهجة ولايات البيض. الله يبارك، هادو تاع هاد المنطقة. كيفاش؟ غالية. قل لي جيت تشري العيادة؟ الله يبارك، مين جيتنا؟ من الوهرن. الله يبارك، نصوروك معليش. ها؟ الله يبارك، هم لك ناس وهران، راهم هنايا بسوق بقطب، الاسم كيفاش؟ محمد مع جعفر. الله يبارك، تحياتنا ليك وتحياتنا للعائلة تاعك، راهم يشوفوا فيك دوكا، الله يبارك. قل لي خويا محمد، واش رايك في الأسعار تاع اليوم؟ هل الأسعار هي في متناول الجزائريين؟ لا، غالية بزاف. غالية بزاف، والمسكين ما يعطيكش عيد. المسكين والشهار ما يعطيكش عيد. بالنسبه للاسعار في وهران واش راهي تقول عندكم؟ الاسعار مرتفعه، مرتفعه بزاف، والمسكين ما يعطيكش عيد. هذه هي باش تكون نعرف. قل لي اليوم شكون اللي راه غالي، الخروف المتوسط والرقيق ولا الكبش؟ لا، الحولي كبير تني من 9 ملايين فوق. صح، قل لي باش تعيد، يعني باش تعيد عيد شحال لازم، شحال وشنو هو السعر اللي كيما نقولوا حنا يكون مناسب وتقدر تعيد به؟ السعر المليح اللي باش اللي كيما مداري نعيد به انايا يفوت 9 ملايين، 9 10 11 مليون. الواحد اللي يخلص 6 ملايين ما يعطيكش عيد، اللي يخلص 7 ملايين ما يعطيكش عيد. قل لي واش رايك في بعض الجزائريين راهم يشروا اضحيات العيد عن طريق التقسيط بالفاسيليتي، واش رايك فيها؟ والله ما في هذا الامر، هذا شباب نقول لك ما لا يكون فلان نفس الا وسعها، ما عندكش ما تعيطش، ما تكلفش روحك. شكرا على المشاركة محمد، يعطيك الصحة. التغطية راهي ما زالت مستمرة عبر ولايات الوطن، كما راكم تشوفوا الآن رانا بسوق بقطب، هو آخر يوم وآخر سوق لبقطب ولاية البيض، لأنه العيد يوم الأربعاء ويوم الثلاثاء راح تكون وقفة عرفة. شكرا على المشاركة. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، عندنا هاد الخرفان والسيد هنا راه مساومينو؟ راه مساومينك هنا؟ 6 ملايين. 6 ملايين، والبيع شحال؟ البيع راه قريب. وفرادي شحال ساوموك؟ ما سامونيش. ما ساوموش. قال لكم البيع راه قريب، راهم مساومينو 6 ملايين. صور هذا الكبار، راه راه الكبار صور. خليه يصور وين ما يبغى. لا لا ذو الصغار ما هذو شحال قال لك؟ هذو فاسره هذا برا. اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع، هنا كاين الخروف، كاين الخروف هنايا، وكاين اللي راه مبدل مكسر. والسعر هنا راه مساومين شحال؟ 76.5. 76.5 صمت الجمله؟ جمله واحد جمله. وفرادي شحال راه مساومينكم؟ ما ساومناش، ما عطاوناش في الجمله، مازال ما ساوموهمش. سعر البيع بالجمله شحال راه يقول؟ راه يقول 8 8.5. وفرادي شحال؟ بالفرادي. لا لا، سعر البيع بالجمله شحال؟ على الجمله 8، راه طالب 8. 8. وشحال طالب فرادي؟ بالفرده واحده. 8.5.
8 ونص. اسمح لي تشوف سعر البيع راه يقول 8,500,000 فرادي هنا من سوق بقطب لولاية البيض بتاريخ 20 جوان 2023. هذا اليوم هو آخر سوق لبقطب لأنه العيد الأربعاء القادم بربي إن شاء الله. نبيل إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، هادو راهم مسومينو 49. وفرادي شحال سوموك هنا فرادي؟ فرادي ما سامونيش اليوم. والبيع البيع فرادي شحال تحسب؟ إنما الدراهم مازال بعاد. صح، جملة شحال تحسب البيع؟ جملة هنبيعهم ب 58 إن شاء الله. 58 هو سعر الجملة. 5,800,000. قل لي السوق اليوم بكل صراحه كاين البيع ولا لا؟ لا هم يبيعوا الناس، ما فيش بيع السوق اليوم. السوق اليوم هنا شويه ما فيش بيع. شكرا على المشاركه، يعطيك صحه. اذا متابعينا، هذا الخرفان هذا وين تباعوا؟ وتباعوا ب 56 5,600,000. مين جاونا هذو؟ وش من منطقه؟ بقطب. هاد السلعة تاع منطقة بقطب. خويا العزيز حبيت نسقسيك، معليش قل لي البيع اليوم كاين ولا ما كاش؟ هادي البيع راه واش نقول لك، البيع كاين بصح كاين في الحي الخشينة. المال الخشين راه يروح. قل لي علاش المال الخشين، علاش المال الخشين كان حابس ومن بعد مشى؟ كان حابس خاطر كما نقولوا هو وقت فات مشى، راهم يدوه لجماعة التل، راهم يدوه بزاف. راهم يخطروا به، كي يخطروا به هنايا يمشي بزاف. جماعة التل واش تقصد هنا؟ واش من المنطقة؟ جماعة التل كيما نقولوا منا تلمسان، نصغان بغيليزان كاع راهم يدوا منا. هما يجوا لبوكطب كيما نقولوا سلعة بوكطب يعرفوها كي دايرة. قل لي واش من الولايات اللي تجي تشري منا بزاف بالجملة؟ بالجملة شوف كاين المسيلة. المسيلة تبسة، كاين أم بواقي، المدية، هادو اللي يجوا بزاف يشرو هنا في بوكطو. ولا المسيله، المسيليين يجوا بزاف. خويا شكرا على المشاركه وشكرا على المعلومه، يعطيك صحة. اذا متابعينا عرض اخر للبيع، هنا راهم مساومين 47 ونص. شوفوا خروف تاع 47 كيفاش داير. قل لي خويا العزيز الفرادي شحال سومك فرادي؟ الخرفان هذو مازال ما هرسوش. فرادي لا ما عطاوناش. داكور صح. وسعر البيع هنا شحال راه يقول؟ سعر الجمله شحال؟ رانا نقولوا 49. 49 هو سعر البيع بالجمله. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، هنا السيد راه مساومينو 5,000,000، هادو خرفان. مين جاونا هادو؟ واش من المنطقة؟ والله ما سمعتك، منطقة؟ ولاية سعيدة. ولاية السعيدة. والبيع شحال راه يقول هنايا فرادي البيع؟ بالحبة ما بعناش، بعنا جملة ب 5,000,000. فراقي ما بعناش. بصح علاش ما تحب، علاش ما تحبوش تبيعوا في الرادي؟ ما السبب؟ ما السبب؟ لا ما جانيش انا واحد وقال لي بيع لي بالحبه، ولا بعتهم جمله كي هاك، جاني واحد بعتهم جمله. وهذا راه عاطي للسيد اللي بعتهم له، عاطي 55 في واحد. سومك في الرادي سومكم في الرادي 55؟ 55. 55 وشحال حيتباع هذا زعما اللي سومكم فيه 55؟ الا كتب ربي انا بعتها ب 5,500,000.
بصح هو في الراديسة ومو 55 55 وشحال راه ناوي يبيع ما على بالكش؟ ها ما على باليش ها وراه وراه هذا هو سيد مكاشو سيد مكاشو انا عن بالي هذا هو مكاشو السيد شكرا على المشاركة يعطيكم صحة